القولون. انا كنت كويس من وانا صغير، وهما يقولوا لي ايه ما تاكلش طعميه كتير، ما تاكلش قشره فول، وتمام ومتعايش مع الموضوع. لغايه اما من 7 سنين دخلت الثانويه العامه، بطني فضلت مستحمله معايا الثانويه العامه كلها كتر خيرها، وقعدت مستنيه لغايه اما الشهاده طلعت وقالت بص يا باشا ربنا معاك بقى انا مش قادره. خلتني قاعد على الكنبه انا عايز اشتغل غساله وهبتدي ببرنامج العصر. يلا بقيت حاسس انها بتعمل كده اهو، وانا بقيت اصوت من هنا. الناس تقول لي في ايه يا ابني، ما بقوش فاهمين. طب انا بستهبل يعني عشان الشهاده؟ ما الشهاده طالعه حلوه. طب مالك يا ابني، مصدومين من شكل الصوت بتاعي ومن منظري. لدرجه ان انا سبتهم كده ورحت فاتح الباب وقلت لهم انا نازل المستشفى، اللي عايز يجي معايا براحته. بقوا بيجروا ورايا كلهم لغايه ما وصلنا المستشفى، وما شاء الله مصر كلها راكنه جوه وقدام المستشفى. بقيت انا بصوت لهم نزلوني هنا في نص الشارع، انا هعملها في البلاعه مالكوش دعوه يا حبيبي. طب ايه نزلوني، لغايه ما الحمد لله ربنا انعم علينا بركنه، رمينا العربيه مطب في نص الشارع. المهم انا طبعا بقى لي نص ساعه اما وصلت المستشفى عرق من كل جسمي. عرق ايه ده، انا بقيت دش وداخل على الريسبشن بتاعه الطوارئ والست ما عليهاش غير بطقطق. يا ستي انا بموت، بطقطق وداون بين يا دي النيل. حاضر، رحت راميلهم المحفظه وسبتهم ودخلت على السرير. ربنا معاكم. المهم قعدوني ربع ساعه مستني الدكتور. المستشفى كلها عرفت ان انا بطني بتوجعني، ولقيت لك الدكتور داخل عليا بيقول هو بيشتكي من ايه؟ قهره. بشتكي من القهره. انا اتقهرت وانا داخل بقول لكم في خادي بتوجعني، بقول بطني. المهم راح رافع لي التيشيرت لغايه وشي كده اهو، قال لك بقى ايه نخبي وشه يمكن يسكت، وجه بايديه الساقعه اللي زي حته التلج وراح حاططها على بطني. المهم قعد يحسس عليا في كل حته، وبعدين قال لي طب شويه والدكتور هيجي لك. ايه دكتور لسه هو حضرتك الحلاق بتاع المستشفى يعني؟ اتفعص فيا من الصبح ليه؟ قالوا لك الفعاصه جت، ده ايه النيله دي؟ المهم بعد تناوب 3 دكاتره على بطني وتفعيص فيها للصبح قالوا لي شكل بطنك بتوجعك جامد. امال انا عمال اتلوث من الصبح واعمل لكم كده واه يا بطني ومش عارف ايه، بتحول لتعبان يعني؟ جاي اتحول عندكم في المستشفى؟ ما انا عمال اقول بطني بتوجعني، قوموني يا جدعان من هنا انا ماشي. المهم اللي انا قررت ان انا مش هروح للطوارئ تاني، انا هروح لدكتور بطنه. الراجل دخلت له من هنا ما سالنيش على اسمي، قال لي خد ال 40 تحليل دول يلا اعملهم. بقوا بيسحبوا في دمي وبيسحبوا في البوبو وطلبوا مني سونار، انا ما كنتش عارف ان الولاد ليها سونار اصلا. المهم دخلت عليهم بقى ويلا انا هخش السونار، قالوا لي انت المفروض تبقى مزنوق لغايه ما تكون هتعملها على نفسك. سهله، انا بشرب بق ميه، بخش الحمام 6 مرات في اليوم، فيلا هنشرب ميه ونخش بسرعه. بس ازاي انا الجهاز المسؤول عن البيبي عندي اول لما سمع ان هم عملوا لي تحليل ده اتبرى من الموضوع. انا شربت 6 لتر مية وهو قاعد ما فيش. يا بابا المفروض نتزنق، يا بابا لازم نعمل بيبي. ولد ايه اللي اعرف ده، انا ما بعملش بيبي، انا ما فيش الكلام ده، انا عمري ما عملت بيبي اساسا، ما فيش، ما بتزنقش. المهم انا زهقت وقلت انا ماليش دعوه هخش برضو اوضه الاشعاعات. فداخل وداخله معايا الداتا بتاعت الاشعاعات وقالت لي ها يا حبيبي اتزنقتي كويس؟ قلت لها تقريبا يعني. انا قلت لها تقريبا وهي طلعت تجري ورايا في طرقه الاشعاعات. ولا احنا هنهزر يالا، انت جاي تهزر يالا في الاشاعه؟ يا طنط ما انا شربت 6 لتر ميه في ايه يعني؟ ولا اطلع يالا اجري يالا. المهم طلعت تاني قعدت 2 ساعة طالع نازل سلالم المستشفى اشرب ميه واشرب عصير، ما فهمش انا بيروحوا فين، انا طوم وجيري يعني متخرم من جنابي هم بيتسربوا يعني، راحوا فين الميه اللي انا بشربها دي؟ ما مش فاهم. المهم الحمد لله وصلت لدرجه ان انا بطني بقت 3 سم قدامي ميه بس، انا بقيت ماشي بطلع صوت رجرجه الميه بالظبط. دخلت لهم بقى والدكتور بتاع الاشعه مش يسكت، انت جاي هنا ليه؟ حامل في الشهر الثالث وجاي اطمن على البيبي، بطني بتوجعني يا سيدي. ها اتفضل. رحت نايم على السرير، راح رافع لي التيشيرت تاني لوشي وبقى بينزل البنطلون، هو ينزل وانا شد، ينزل ويشد. دكتور في ايه؟ والله كنت بهزر، حمل ايه؟ كنت بهزر معاك. وراح داهن اغرب جل شفته في حياتي، حاجه كده شطه بالنعناع بتطلع سقعيه مع سخونيه من بطنك. المهم هو عارف ان انا مزنوق وعلى اخري يعني المفروض ما يضغطش. لا لا، راح جايب راس جهاز الاشعه وبقى بيدوس جامد على بطني تحسه عايز يخترقها. انت بتضغط ليه؟ هو زرار اضغط لترى النافوره، انت فاكرها النافوره الراقصه دي؟ النافوره معفنه. بقيت انا بشفط بطني ولا ما تشفطش بطك يالا، ما يا حضرتك انا لو ما شفطتش بطني انت هتشوف جهاز الطرد دلوقتي، هنغرق الاوضه وهنضطر نطهرها دلوقتي يا جدع. المهم فانت بتدرك ان انت قدام اختيارين مالهمش تالت، يا هتحافظ على قولونك زي الفل يا هتاكل الاكل اللي بتحبه. اه تمام يلا حبيبي يلا سلام، باي باي يا قولون، انت انا رايح اكل كحك، يلا بابا سلام. بس هو المشكله ان القولون ده بمخ كده لوحده. بص يا باشا انت ربنا معاك، انت عامل قرارك بنفسك وانا ليا قرارات تانية. انا بصحي من النوم قبل الشغل ب2 ساعة منهم ساعه ونص قاعد في الحمام كده. اه يلا حبيبي عشان ما فيش حمام في الطريق اعمل بيبي. لا انا مش عايز حمام والله يا حبيبي، اسمع الكلام والله ما في، احنا ما كناش حاجه امبارح اصلا. وانزل الشارع خلاص، طريق اللي يروح
ما يرجعش. انا هخش حمام دلوقتي يا حبيبي. فين ازاي؟ احنا في الشارع دلوقتي اهو. هنزل في الصحراء يعني. هعملها في التراب فرياني في الارض واعملها زي القطط. انت بتقول ايه؟ لدرجه ان هو خلاني في مره من دول انا بقيت ماشي بتلوى بقول له ابوس ايدك 5 دقايق بس نوصل الشغل. لا دلوقتي اهو بقيت بجري في الشارع. اول حمام قابلني في الشغل دخلته. دخلت من هنا ولقيت لك الداده بره بتصوت بتقول لك مهندس دخل حمام البنات. يا لهوي انا بقيتش فاهم فيه ايه. هو بالنقابه يعني لو كان محامي كان عادي دخل حمام ولا في ايه؟ ما مفيش حد الصبح محدش جه اساسا. ايه لحظه واحده هطلع هي مفيش. بلغت الامن وبلغت الدنيا كلها وانا جوه. يا لهوي بقيت اللي انا ايه. طب اطلع اعملها على نفسي بره فاتفضح ولا اطلع برضو اتفضح اللي انا دخلت حمام البنات؟ هي كده كده فضيحه مش خارج. اعملوا اللي انتوا عايزينه. لغايه ما بديت اجمع طاقتي بقيت طالع ماسك البنطلون وبخش على الحمام اللي جنب. معلش يا شباب غلطت في الاتجاه ما فيهاش حاجه يعني. قولون غريب تشوش تعملوا منشن للناس اللي بتعاني من قولونها زيي. كان معكم محمد احمد او زيزو. سلام.